أنا كنت دائما ناشطة في المجتمع المدني، وكنت محامية أدافع عن النساء المعنفات وكذلك السجينات اللواتي لم يجدن من يترافع عنهن في المجتمع. المجتمع اليمني بيئة مغلقة، مجتمع ذكوري تعاني منه الفئات الهشة مثل النساء والأطفال، العديد من الانتهاكات. أيضا أسست مؤسسة دفاع للحقوق والحريات التي أرأسها هي معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وبالرصد والتوثيق. وجاءت الحرب في بلادي منذ سنوات. حركة الحوثيين سيطرت على الجزء الكبير من البلاد، وجماعة إسلامية متشددين بدورها استغلت الفوضى وسيطرت على مناطق واسعة من أراضي اليمن، وطلبت الحكومة من الدول، أي دول التحالف العربي، تقديم المساعدة. وفي البداية ساعدت قوات التحالف على تحرير جنوب اليمن من الحوثيين، إلا إنها أصبحت بعد ذلك تمثل بنفسها تهديداً على سكان البلاد. عندما قمنا بآلية الرصد والتوثيق وانتشرت الاعتقالات والمداهمات الليلية، قمنا بالنزول إلى الأماكن، إلى الأهالي الذي تم اعتقال أولادهم، تم تجميع معلومات، وهكذا اكتشفنا سجوناً سرية يوجد بها الآلاف لمجرد وجود شبهات بصلاتهم بالمقاومة. وهذه السجون توجد في أماكن غير مخصصة لذلك، في منازل رجال الأمن، أيضاً مدارس، وحتى في ملاهي ليلية. وظهرت تدريجياً صورة مرعبة جداً، والسجناء الموجودين في هذه الأماكن لا يمتلكون الحق في الزيارة، لا يتم إطعامهم بالشكل المطلوب أو الصحي، لا يتم إخضاعهم للفحص الطبي. الأوضاع المعيشية غير إنسانية بالمرة، في تزاحم، تنتشر بينهم الأمراض الجلدية، الأمراض التنفسية. بعدما استطعنا إخراج معتقلين أوائل من تلك السجون، علمنا تفاصيل أسوأ من ذلك. ويتعرض السجناء في تلك المعتقلات للتعذيب باستمرار، ورسم أحد المعتقلين على هذه القطع من البلاستيك أشكال التعذيب الذي تعرض لها، حيث يتم هناك تعليق معتقلين وتعذيبهم بالكهرباء وكذلك الضرب والاغتصاب. ويخاف المعتقلون السابقون الحديث لوسائل الإعلام، لأن الحرب ما زالت مستمرة في بلادي ولم تنتهي، وما زالت قوات التحالف تتولى ملف الأمن خاصة في المناطق الجنوبية. وتمكننا من جذب انتباه المنظمات الدولية والإعلام الدولي لهذا الوضع، ونتيجة لذلك تم الإفراج عن أكثر من 100 شخص كان معتقل. وشكلت رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين، وقمنا بتنظيم الاحتجاجات للمطالبة بإنهاء ممارسة الاعتقالات الغير قانونية والعنف خارج نطاق القانون. وتجرأت أنا على أن أتكلم، وعلى الفور تعرضت لحملات تشهير في وسائل التواصل الاجتماعي. النساء لها مواقع خصوصية، فبالتالي سهل جدا الانتقام من المرأة، خاصة المدافع عن حقوقها، وهو التعرض لسمعتها أو التعرض للعرض أو الدخول في شرفها. وأطلقت علي كلمات قاسية جدا، وقال البعض إنني عميلة غربية، والبعض الآخر إنني إخوانية وإرهابية، وتلقيت تهديدات بالقتل من أشخاص مجهولين عبر الهاتف. فبالتالي مجرد ما أنك تفضح هذه الانتهاكات فأنت بتكون تحت المجهر، قد تعرض حياتك للخطر، قد تعرض حياة أسرتك للخطر. وفي الربيع هذا العام حدث أسوأ شيء في حياتي، أصيب ابني أثناء الاضطرابات في المدينة بجروح بالغة، وبما أن الطلب في عدن سيئة للغاية أردت إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب الحصار. مات ابني في العناية المركزة، ولم أستطع أن أقدم له المساعدة، ولم تساعدني أي جهة، حتى الأمن لم يحقق. حقيقة حتى الآن لا أعلم لماذا أصيب ولدي ولماذا قتل ولدي، هل لسبب عملي أو لا مبالاة في التحقيق في قضية ولدي، هذا ما أستحقه. وبطبيعة الحال غيرت وفاة ولدي الكثير لدي، والآن أخاف كثيراً على أطفالي لأنني لم أترك عملي في مجال حقوق الإنسان. هدف حياتي الأول والأخير أنني أعيش في بيئة آمنة، في بيئة خالية من انتهاكات حقوق الإنسان، في بيئة تمتلك الإنسان فيها المواطنة المتساوية، كرامة الإنسان مصانة، عدالة الاجتماعية موجودة. هذه هي حلمي، يعني الذي أريد أن أحققه.